رجعنا في آخر جزء من تغطيتنا الخاصة للأفريكا داتا سنترز أند كلاود دايز، موجودين في الحمامات في ثاني أيام هالملتقى هذايا، وين هوني أن إيكوسيستيم فيه تقريبا من كل المدخلين، ومنهم الجانب القانوني، الجانب التشريعي كذلك. سي زياد العير، محامي مختص في الاي تي وفي قانون الشركات. اهلا وسهلا بك سي زياد. متر مرحبا، اهلا وسهلا. البارح كان معنا في اكسبريسو سي محمد رضوان ماشتا، واللي من ضمن النقاط اللي حكاهم كونه احنا هنا في ان ايفينمون يحكي على الكلاود ويحكي على لي داتا سنتر. مثلا لي داتا سنتر في تونس ما عندهمش ان ستاتيو جوريديك، ومش كان هما داير برشا حاجات اخرين اللي ما عندهمش وجود قانوني. الى اي مدى هذايا ينجم يعطل هالاكتيفيتي في تونس؟ صحيح ما فماش قانون خاص بالكلاود ولا بالداتا سنتر، كله يخضع للقانون العام موجود، لكن في نفس الوقت فما مشروع قانون متوفر توا قاعدين تخدم عليه وزارة التكنولوجيا مع الاشتراك مع برشا مع des organisations internationales مع شركات خاصة، وقاعدين يحاولوا يقوموا بتحديد إطار تشريعي للكلاود واللي يسمى الكلاود ناسيونال، اللي هو مازال في إطار الدراسة، مازال يعملوا في ليزيتود، شوفوا في الجوانب القانونية التقنية التشريع اللي موجود يسمح ولا ما يسمحش باش نعملوا الكلاود ناسيونال، وقاعدين يقدموا ولا ما يسمح. يسمح بطبيعة الحال يسمح، أما لازم تأثيره، ناقص تأثير، لازم تأثير ولازم يكون متوافق مع القوانين الأخرى. أنفرا هذا يعطل الأكتيفيتي كونه ما عندكش قانون خاص ودقيق في النقطة هذه؟ أكيد كل ما يبدأ عندك قانون خاص وينظم ويبدأ يشمل جميع الجوانب بشي سهل في الجانب التطبيقي، وبش يكون اكسلراتور للشركات اللي تكون متخصصه في المجال هذا. بطبيعة الحال كيبدا القانون موجود باش يبداو يعرفوا كل واحد ما له هو ما عليه، وبالتالي نجم يخدم. كي تبدا فماش قانون ولا تبدا قوانين موجوده متفرقه وماهيش خاصه بالموضوع هذاك، بطبيعة الحال باش تكون معطله، باش تكون امور غير واضحه، وبالتالي حتى اللي يحب يعمل مشروع هذا يكون متخوف من الناحيه القانونيه لا يخالف القانون. خاصة هنا هذا زاد يفتح باب التأويل. أكيد هنا كل واحد يولي يأول على كيفه، على حسب الباك جراوند نتاعو، على حسب المعلومات اللي عنده. صحيح، على حسب المعلومات. شفنا هذا مثلا في العملات الرقمية المشفرة مثلا وقت اللي خبير قال لك هذا يستعمل في تبييض الاموال ويندر شنو، الراجل شاد الحبس وكيبدا مش مفهوم الحاجه اللي في تونس موجوده. كي حاجه ما نفهموهاش نمشيو في التاويل السيء والتاويل الجزائي الردعي المضيق، حاجه ما نفهموهاش مخالفه القانون سكروها ومن بعد نلقاو حل. هذا هو اللي وليت عندنا ريفليكس في تونس، اي حاجه ما نفهموهاش خلي غادي نعملوا حتى شيء حتى لين نفهمه، وتنجم تكون مخالفة للقانون وفساد وحبس وخلافه. نحب نأكد اللي فما زاد قوانين يجب احترامها في صورة وجود شركات مختصة في الكلاود، لازمها تحترم القوانين الموجودة. عندنا قانون المحتويات الشخصية اللي خاصة الجانب نتاعو اللي يتعلق بالترانسفير دي دوني على ترونجي. صحيح. هذا لازم يكون فيه ترخيص يتعلق بمعطيات شخصية من الام بي دي بي اوبليغاتوارمون، ما كانش يكون مخالفين للقانون. الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. الهيئة. عندنا كذلك قانون نتاع السيبر سيكيوريتي نتاع 2004 ولي ديكري اللي موجودين نتاع التطبيق يجب احترامهم. عديد القوانين حتى قانون المتعلق بحماية الملكية الفكرية، مختلف القوانين ذيك يجب احترامها عند التعامل بالداتا سنتر ولا بالكلاود. اليوم ولا عندنا برلمان عنده مدة قاعد يخدم، للأسف مانيش قاعدين نشوفوا فيه يعدي في قوانين، سواء من اللي نحكيوا عليهم النوع هذايا أو حتى غيرها من القوانين الأخرى. حسب تقديرك بالمعدل هذايا وقتاش ينجم يكون فما إطار تشريعي يغطي
هل لي زاكتيفيتي اللي نحكيو عليهم سواء في الكلاود سواء في لي داتا سنتر سواء في غيرها من لي زوتر اكتيفيتي. كما قلت لك الوزارة قاعدة تعمل على المشروع منذ مدة، مش من قبل حتى وجود البرلمان، من 2021 في برنامجها باش تعمل قانون يتعلق بالكلاود، خاصة الكلاود ناسيونال، باش يكون عندنا الكلاود نتاعنا مش شركات أجنبية. كلاود سوفران اللي احنا في تونس باش يسميوه الكلاود ناسيونال الوطني. وبالتالي فما المشروع قاعدين في اطار دراسه باش يكون شامل لجميع الجوانب، ما فماش كان الجانب القانوني، فما عديد المعطيات اللي لازمنا ناخذوهم بعين الاعتبار. وبالتالي نتصور كان الوزاره تكمل مع بقيه الاطراف، نتصور فما مشروع يتعدى البرلمان ويتم التصويت عليه. سي زياد العير محامي مختص في الاي تي وقانون الشركات، كل الشكر ليك. معك نكون وصلنا لنهاية تغطيتنا الخاصة هوني في اليوم الثاني للأفريكا داتا سنترز اند كلاود دايز. كل الشكر بتبيعة لمنظم هذه الدورة الأولى، واللي نتمناو لها كل النجاح في قادم الدورات. زياد ولاد علي، كل المساهمين هوني نشكرهم كذلك، وبتبيعة في الإخراج كان معنا علي باشا، تقوى المديوني كانت معنا في الديجيتال، وليد برحومة رفقكم على امتداد ال 48 ساعة الأخيرة هوني من الحمامات. كل الشكر لكم، نتقابلوا في فرص قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.